التقيت كثيرا بالسيد عادل عبد المهدي. لم يعلن، ولكن خطط لهذا اللقاء أن يعلن إعلاميا في رسالة أردتم أن توصل، أن تصل إلى الآخر. شنو مفاد الرسالة إذا أنت عندك هذا كما أنت بدأت بحديثك أنه قد حضر فلان وحضور عزة الشابندر، بمعنى أنت تعتقده أو الآخر أيضا يعتقدونه أنه قد وصلنا إلى مداخيل للحل، وهذا قد لا يرضي الطرف الذي شن الهجوم عليك. هيك ممكن نفهم؟ ممكن أصيغها بنفس المضمون بس بطريقة أخرى. الجهة التي لا تريد لهذه التظاهرة أن تحقق مطالبها لا يسلها دخول شخصيات غير محسوبة على الحكم في الأزمة. بصراحة المتظاهر الشارع خلينا نكون صادقين يكره الحكومة ويعمم الفساد بشكل همين أحيانا غير منطقي، لكن عند الحكومة شلع قلع. حينما تدخل شخصيات ما محسوبة على النظام السياسي وما محسوبة على الحكم ولا يوم أخذت موقع تنفيذي، معناته دخول عنصر جديد على الأزمة ممكن أن يفككها. أخوك عزة الشابندر وأنت الشاهد ومعاك مو مع غيرك، لا يوجد أقسى مني في نقد النظام ونقد الشيعة وباستحقاق. وباستحقاق أنا معك، قلت صخم الله وجوهكم بيضت وجه صدام. أنا معك قلت، أنا معك قلت لو كنت بهذا الوعي اللي أستطيع أن أدرك الأمريكان راح يوصل للعراق وينتجون هذا النتاج، لو وقفت مع بلدي ضد الغزو الأمريكي للعراق. صحيح ولا؟ ومعي قلت عندما سألتك من جاء بعبد المهدي قلت لقد جاء به الله. نعم، أنا مش مع رئيس مجلس النواب ولم يكن صوتي مع رئيس الجمهورية، ولكن امتدحت وأثنيت على الطريقة التي جاءوا بها. قد جاءوا بطريقة ديمقراطية، إلا رئيس الوزراء لم يأتي بسياق ديمقراطي. قلت لي بدين إجا؟ قلت لك الله جابه، وبعدين قلت لك نزل بالباراشوت. أنا مو مع الطريقة التي جاء بها عبد المهدي، ولذلك أنا لا أصف مع عادل في هذه الأزمة، ولا أعتقد أن عادل عبد المهدي هو الطرف في هذا الصراع. أرجو أن تكون معي في تشخيصي لحقيقة الأزمة. الأزمة بين شريحة مظلومة مسروقة حقوقها، عندي ألف دليل على أنها صاحبة حق. الطرف الآخر مش عادل، الطرف الآخر منظومة الطبقة السياسية التي قادت النظام منذ العام 2003 وقننته بديمقراطية مزيفة في 2006 حتى اليوم. ولكن عادل لم يكن طاريا عن هذه المنظومة، هو لم يولد فجأة، له تاريخ سياسي في هذه المنظومة. يعني شخص ضمن وله مناصب متعددة في هذه المنظومة. ما يخالف. وقبل أن يكون ممثلا لهذه المنظومة بالمنصب الذي فيه. لا، مش ممثل، مو هو هذا الفرق. أرجع أقول أكو شخص وأكو كتل. هو إجا كم مرة بوزارة واستقال، تدري أنت مرتين، لأنه ما يعجبه كيف تسير الأمور في هذه الوزارة. وحتى حينما قبل أن يكون رئيسا للوزراء يقول أنا استقالتي بجيبتي، يعني مو شاري المنصب، لا ما أريد أدافع عنه، لا عندي عليه ألف ملاحظة. الموضوع أنا أريد أفكك المعادلة بطريق صحيح كما أسلفت في بداية الحديث. أنا أريد أشخص من هي الأطراف، أطراف الصراع، أطراف الأزمة. أطراف الأزمة من كفة الشارع
هي تلك الشريحة المظلومة بكل شيء. الطرف اللي قابلها هو الكتل السياسية التي دائما تعصر حالها وتجيب لنا رئيس وزراء وتجيب لنا وزراء. مرشح التسوية. مرشح التسوية ووزراء المحاصصة. فأنا أقول هذا الواقع الفاسد والظالم هو نتاج 16 سنة من شغل الكتل السياسية. هو مو نتاج عادل. هسه حتى إذا نريد نقول عادل هم إلى دور لأن هو جزء من المعادلة إيش قد نسبته، ولكن إذا نريد نوصف توصيف عام هو نتاج الكتل. أنا أريد أقول للشارع يا شارع يا مظلوم خصمك هذا مش هذا،